لا تقومي، خليكي لا تقومي، خليكي هيك. انت منيحه؟ تعي لشوف كيف صرتي. منيحة، يمكن غفلت شوي. فرهاد، ما رح تسمح لهالرجال يمشي بالبيت على كيفه لو شو ما صار، ما هيك؟ ما فيني اتحمل هالشي عن جد. مشان أوزقة، أوزقة يا أصلي. الطفلة ضايعة، شفتها من شوي ركضت لعند أبوها وضمته لأنه اشتقت له. الواحد بيجمد بهيك لحظة. بس جنيد، هاد آخر واحد بيستاهل يكون أب أو يكون عنده بنت. أوف، أنتو لحقتوه من قبل وما اهتميتوا لأوزقي، ليش هلأ كتير مهتم هيك؟ ما عم بفهم، ليش فجأة صارت مهمة هاي القصة عندك؟ ماشي، ريحي بالك من هالقصة خلاص. ماشي، بنت صغيرة وأنا عم أحكي هيك، بترجاك فرهاد خلينا نمشي من هون. رح نمشي لا تخافي، وأنا حكيت مع خالي. شو قال؟ شو ممكن يقول؟ ما عم ناخد رأيه. لا ما عم ناخد رأيه أكيد، بس القصة ما بصير نروح بهيك ظرف. بالأخير عنا عيلة والوضع صعب، بس خلص رح زبط الأمور لا تخافي. صح، شو بدي أقول، معك حق، بس لا تخلي القصة تطول، بترجاك. لا تخافي لا تخافي، أنا هو. إذا خفتي هو كمان بيخاف، ما؟ يعني أحياناً بصير هيك شي، بحس باللي بحس فيه. وإذا فرحتي بيحس فيكي؟ إيه طبعاً طبعا بحس. طيب هو بيوثق بأبوه؟ أكيد. وأنت بتوثقي؟ وأنا كمان. أوف، تعرف إنه هذا المكان أأمن مكان بالعالم؟ عم تسمعي هاد الصوت؟ الصغير عم ينبض، يعني قلبه، ما بعرف هيك. قولي انه جنيد مو ابوها لبنتي، وابوها فرهاد، ما هيك؟ انا ضليت ساكت وما حكيت شي. الله وكيلك كنت عم ربي بنتك يا أخي مثل الأب كل الوقت. الله وكيلك ما حكيت شي، أنا ما حكيت شي، بترجاك لا. تحمل هالولد بحضنك، بتشم ريحته، وهيك بتحس إنك أب. بابا، بابا حبيبي، اشتقت لك كتير يا روحي بابا حبيبي. حبيبتي أنا.